بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. اخويا يا عباس 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 يا عباس قل لي وين الرايه يا عباس قلها لك وفايه يا عباس قل لي وين الرايه يا عباس قلها لك وفايه اهو يا عباس النار الحق جايه يا عباس النار الحق جايه العدوان سبع عندهم غايه العدوان سبع عندهم غايه يا عباس ترى كفروا بالعدل بس يردون سبي زينب والاهل يا عباس ترى كفروا بالعدل بس يردون سبي زينب والاهل يا اخو حسين زينب بيضك هالنذيل يا اخو حسين زينب بيضك هالنذيل اخويا يا عباس اخويا يا عباس اخويا يا عباس يا عباس قوم والحق لينا يا عباس الناس تشتم بينا يا عباس قوم والحق لينا يا عباس الناس تشتم بينا يا عباس قوم من يحمينا يا عباس قوم من يحمينا تقول الناس وين عم مسكينه تقول الناس وين عم مسكينه يا عباس مشت الشام الاخت غلط اختار زينب بهذا الوقت يا عباس مشت الشام الاخت غلط اختار زينب بهذا الوقت من الظيم خويا يا الكافل متين من الظيم خويا يا الكافل متين خويا يا عباس خويا يا عباس خويا يا عباس هي كافل ليش نايم يا الولي ام حيدر القرعاوي يا كافل ليش نايم يا الولي او ما تدرون طموا الحرب النبي يا كافل ليش نايم يا الولي او ما تدرون طموا الحرب النبي ايه خويا تصيح زينب بيت علي وراح حسين وراحوا كلهم هلي حسين وراحوا كلهم هلي يا عباس يا عباس يا عباس هاي خويا حسين ضربوا بالسهم يا عباس ترقت علينا الخيم يا كافل انت كل هاي الحرم يا عباس ترقت علينا الخيم يا كافل انت كل هاي الحرام اخويا يا عباس اخويا يا عباس يا عباس عندكم انا مدلله يا عباس السب منه اللي يحمله ها يا عباس عندكم انا مدلله يا عباس السب منه اللي يحمله يا عباس كربلاء صارت دمى يا عباس كربلاء صارت دمى
اهم نضربك بجت يا خويا الزمه اهم نضربك بجت يا خويا الزمه يا والي كثرك بعدك الفتن يا غالي من هو يحمل هالمحن يا والي كثرك بعدك الفتن يا غالي من هو يحمل هالمحن عباس ترى غدار الزمن عباس ترى غدار الزمن اخويا يا عباس اخويا يا عباس.